يمه وليلي ساعدني، هذا ابني تركني هنا أنا بالسوق وانطاني هاي الورقة وأنا ما أعرف أقرأ، بلكي تقالي شنو مكتوب بيها. صار حجيه بالخدمة، اعطيني الورقة بالله. مكتوب: أمي العزيزة، إن هذه الدنيا جميلة ولكن الحياة قاسية، ولا بد من قبول التحديات، واليوم الخميس ولا يمكن أن أقول إلا شكرا للجمهور على كل ما حصل. ولم أستيقظ مبكرا لأني لدي عرق في النوم، وبالنهاية أحب أن أقول. وهنا صاحبنا كان لازم يبطل قراية عشان ما كانش عايز يقرح الحقه، لأن الكلام تقيل قوي. هاي يمه ليش وقفت؟ ايش مكتوب؟ حجية، مكتوب كل أشياء حلوة تخبل، كاتب: أنتي أمي حبيبتي اللي ربيتيني وكبرتيني. بس أنا ما ربيت أبي بيته ربيته. قصدي يعني أنتي اللي تحبيني وتحترميني. بس أنا ما أحب أنه ولا أحترمه. قصدي يعني أنتي الخير والبركة. المهم اعطيني رقمك خلي اتصل علي أشوفه وين أجوز. تيهج هنا وبالسوق. هاك يمه هاك خابرة من ماتي لأي تليفون. العاب حجية كله آيفون. لا تصلخني عين. آخ، شو اسمه هو ابنك حجية؟ اسمه جيسي. جيسي جيسي مو جيسي. الو، هاي امك اذا ما تجي تاخذها راح اخذها انا واصرف عليها وبعد ما ارجع لك اياها. ماشي اخذها، بس حافظ عليها. امي امانة بيدك. شنو قال لك يمه؟ استغفر الله، ايش اسوي يا ربي؟ حجيستي ما لقيتي احد ثاني تجي له بالشارع علانه؟ لا سان جابني من فور يو بيج. يلا يمه قل لي شنو مكتوب لي هالكلاوات، ترى كلهم طاقات علي. احسن شي اقلها على الحقيقة واللي صير خلي صير، بس لا خاف تروح تنجرح. بس الحقيقة لازم تعرفها، ما يصير تنظم عليها. بس خاف اروح اقلها وتروح تنجلط وتورط بيها. شنو يمه تسودنت؟ حجية ابنش كسر واحد من المواعين. يا ما هو منهن؟ بس لا هذا المرسوم عليه وردة. ايه هو اليوم انا على والدي.